السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي موقع كبير وفي صفحات كثيرة، فأنا عايز أعمل ملف أول ما هغير فيه يتغير في كله، فده اللي بيفيدني في السي اس اس. أجي هنا أقول له نيو وأقول له أعمل لي ملف جديد، أسمي الملف ده مثلا اي اس دي، وبدل تي اكس تي هسميه سي اس اس. الملف دوت هبدأ أكتب فيه الشفرة، وصفحة الإنترنت هتبقى مرتبطة بيه، أول ما أغير فيه يتغير في صفحة ال HTML. طيب هاجي هنا وأقول له أنا عايز أغير في البادي، وهفتح القوسين وهقول له هنا باك جراوند شرطة color، وبعد كده النقطتين وهقول له مثلا جرين، تمام. وبعد كده هعمل السيمي كولون ديت، وهسيف الملف ده دلوقتي. وبعد كده هاجي هنا على الملف بتاع الشيميل، اقول له اوبن نوت باد، وهقول له انا عايز اعمل لينك. طيب ال ريال ده هيبقى عبارة عن ملف ايه؟ ستايل شيت، ستايل شيت. طيب الستايل شيت دوت هيبقى اسمه ايه؟ اديله اسم الملف دوت ASD، دوت CSS. طيب اجي افتح بقى الصفحة دي على المتصفح، فهيديني لون جرين. لو انا جيت هنا غيرت الجرين دايت خليتها مثلا بلو، قلت له سيف، وجيت هنا قلت له F5، هتلاقي الصفحة اتغيرت. طيب خلينا دلوقتي مثلا لو انا عايز اغير الكلمة اللور دي لون معين او حاجة معينة تاني، فهقول له هنا ال H1 الكلر هيساوي، هنخليه مثلا يلو، وسيف، واجي هنا دوس F5، هتلاقي اللون اتغير. ممكن برضو تقول له انا عايز اللون نفسه يتغير، الفونت نفسه، وتكتب له اسم الفونت. تقدر تعدل اي حاجة انت عايزها، هيتعدل في كل الموقع مرة واحدة.